طوال الحقبة الاستعمارية ظل المستثمر الفرنسي ينهب خيرات الجزائر ظاهرها وباطنها من ثروات معدنية وموارد صناعية بهدف إيجاد منفذ إضافي للصناعة الاستعمارية بإنشاء وحدات صناعية خلال سنوات الأربعينيات، تم التركيز فيها على إنتاج الصناعات التحويلية الكيميائية كالصابون والكبريت، الأسمدة والمبيدات والغاز بنوعيه وصناعة الزجاج المقعر، وعمل على تصدير معظم المواد الخام بنسبة 90% إلى فرنسا، صناعة استغل فيها شعب مستعمر فقير في بلده الغني. وبعد كفاح الاستقلال ونيل السيادة بدأت معركة بناء الاقتصاد الجزائري، واتضحت صورة الصناعة الجزائرية بدءا بالشركات الوطنية في الثمانينيات، فشركات تسيير مساهمات الدولة في الألفينيات، وصولا إلى المجمعات الكبرى والشركات القابضة التي كان يعول عليها كثيرا، خاصة في من حيث يعني إعادة ترتيب المؤسسات العمومية وانتشارها، وهذا لتطوير الشراكة ما بين الشراكة العمومية سواء كانت أو مع القطاع الخاص. نستطيع أن نقول أنه بعد 2015 القطاع العمومي التجاري مثلا أصبح منظم من 10 مجمعات صناعية كبرى، يحوز أو في حافظته ما يقارب 170 مؤسسة وأكثر من 350 وحدة إنتاجية. وبعد أن تجلت معالم القاعدة الصناعية في الجزائر وبهدف توسيع النسيج الصناعي وتنويع الاستثمار لبعث الانتعاش الصناعي، كانت الإجراءات الحاسمة متمثلة في قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي برفع التجميد عن المشاريع الاستثمارية العالقة عبر مختلف ولايات الوطن، ما مكن من تفعيل 850 مشروعا من أصل 900 واستحداث 52 ألف منصب شغل، أغلبهم من خريجي الجامعات وأصحاب الحرف والمهن. تم حصر كل المؤسسات اللي تعاني من مشاكل في أجل تحت توصيات سيد رئيس الجمهورية. كان الهدف هو التعرف بسرعة على المؤسسات اللي تعرف مشاكل وما هو العائق اللي يتوقفها بعجالة على المستوى المحلي. تم الحصول على معلومات 915 مؤسسة تم حصرها في حوالي 52 منصب عام 52 ألف منصب عام كان ممكن ينطلق لكن متوقف. بعد فترة وجيزة تم رفع كل القيود على هذه المؤسسات، 602 كان مؤسسة تم رفع القيود عنها كلية وراح تباشر في الإنجاز في العام اللي انتهى، وأيضا حوالي 34 ألف عامل 34 ألف عامل راح يباشروا في العمل تاعهم بإعادة المؤسسة هذه للنشاط تاعها. على تنوع الشعب الصناعية في الجزائر تأتي في مقدمتها صناعة الحديد والصلب، والتي تعتبر من الصناعات الاستراتيجية العريقة في الجزائر منذ الاستقلال، صناعة معدنية ثقيلة منها تأسست باقي الصناعات الوطنية، لبنتها مركب سيدار الحجار كركيزة اقتصادية مهمة هو اليوم يتربع على أكثر من 900 هكتار ويشغل أزيد من 5500 عامل ويضمن إنتاجا سنويا يقارب المليون طن من المنتجات الحديدية كحديد الخرسانة والصفائح المسطحة والأنابيب واللفائف وغيرها من منتجات الحديد والصلب. فصناعة الحديد والصلب بالجزائر مكنت من صناعة خبرة جزائرية عبر عقود من الزمن. الأهم أنه اليوم عندنا جيل يعني قادر على يصنع وقادر يثبت روحه يعني إن شاء الله في المستقبل. كميات اللي استقبلناها نبدأ لك 2018 استقبلنا حوالي 1.4 مليون، 2019 1.2 مليون، 2020 استقبلنا 940 ألف، يعني مع الكوفيد. 2021 استقبلنا 1.05 مليون، ثم كان شوية، وإحنا ذركا حتى الشهر تاع مي رانا 470 ألف طن. شعبة الحديد والصلب في الجزائر حققت سنة 2020 قيمة صادرات فاقت 20 مليار دينار جزائري، خاصة بعدما تدعمت بشراكات مهمة في المجال كشركة تصالي الجزائر، شراكة جزائرية تركية بولاية وهران، والتي تطمح إلى بلوغ حجم صادرات لا يقل عن 1.5 مليون طن سنويا، بالإضافة إلى الشركة الجزائرية القطرية للصلب بمركب بلارة للحديد والصلب بجيجل بقدرة إنتاج تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا من
من الحديد المختزن بنوعه البارد والساخن. المركب يوظف 1500 عامل ويراهن على 2300 عامل ونسبة صادرات لا تقل عن 20% من الإنتاج الكلي. تمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية كل الحاجيات الوطنية، وبعدها تمكننا من التوجه إلى الأسواق الدولية وتصدير ما قيمته 110 مليون دولار في السنة الماضية 2021. والحمد لله بفضل الطاقات الشابة المتمكنة وضمان الجودة الممتازة لمنتجاتنا، وخاصة من معايير ايزو 69-35، بي اس 44-49، وايضا ان ا 86-34 المعايير الوطنية هذه، تمكننا من المرور الى السوق الدولية. نطمح الى تسجيل مضاعفة هذا الرقم والوصول إلى عتبة 220 مليون دولار بالمرور إلى أسواق عديدة في أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا. من الصناعات الثقيلة الأخرى والرائدة في الجزائر الصناعات الميكانيكية والمعدنية، والتي عرفت انتعاشا مضاعفا في نسبة الإنتاج من 25.8% سنة 2011 إلى 58% سنة 2021. ويعتبر المجمع العام الميكانيكي الجزائري من أبرز المجمعات الفاعلة بتنويع صناعاته بين الماكينات الفلاحية من جرارات وآلات حصاد وعتاد الأشغال العمومية، وكذا التجهيزات البترولية وقوالب المحركات وخزانات البترول والغاز. من أبرز المؤسسات تاع الأجهزة الفلاحية هناك يعني مؤسسات، على سبيل المثال نذكر مؤسسة سيما في بلعباس بشراكة مع شريك فنلندي سامبو. نقدروا نتاني نهضروا على المؤسسات تاع الأشغال العمومية، من أبرزها تاني المؤسسة الام تي بي في قسنطينة، وتعمل بشراكة مع شريك ألماني هو معروف ليبر. كاين تاني مؤسسات ومن ابرزها نقدروا نذكروا على سبيل المثال بوفال برواقية، عندهم يعني طالب كبير في الصناعات الفلاحيه. ومن ابرزها تاني مؤسسه ماجي اللي تنتج تاني معدات اللي تروح للقطاع تاع الطاقه. يراهن المجمع الميكانيكي بكل فروعه على الصناعات الواسعة الطلب كصناعات ماكينات الحصاد والدرس بسيدي بلعباس والجرارات الفلاحية وعتاد الأشغال العمومية بقسنطينة. قمنا بتجسيد مخطط استثمار في جميع فروع المؤسسة المجمع، وهذا المخطط بقيمة يعني 6 ملاير دينار جزائري اللي يسمح لنا باش نجدد وسائل العمل. الشركة هذه تلبي حوالي 90% من متطلبات السوق الوطنية، لها نسبة إدماج مهمة جدا اللي هي حوالي 80% من 80 حتى 85% بالنسبة للجرار سيرتا. تقمنا بصنع ريدكتور بيفو بور انابيب، ريدكتور بيفو ديريغاسيون لشركه انابيب لسقي المحاصيل الزراعيه. مشروع ثاني عندنا اون ترافاي سور سكون ابل موتوكولتور. موتوكولتور سي جرار صغير راهو حاليا راهو كيما نقولوا حنا في البروتوتيباج. من الصناعات المهمة التي رهنت عليها الجزائر في تغطية السوق الوطنية ودعم الصادرات خارج المحروقات صناعة مواد البناء بأنواعها، ومن أساسياتها صناعة الإسمنت التي كانت بدايتها بشركة البناء سنة 1968. تلتها 3 مجمعات لتشكل المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر جيكا سنة 2009. قدرات الإنتاجية تاع المجمع هي 19 مليون طن حالياً، كنا 11 مليون طن فاصل 5 في 2016
2016، في 2019-2020 أصبحنا في 19 مليون طن بعد يعني إنجاز برنامج السلطات العمومية اللي استثمرت في هذا المجال، ولينا لحقنا للمجمع لحق 19 مليون طن سنويا. احنا نمثل حوالي 50% في السوق الوطنية. مجمع شيكا يشتغل ب14 وحدة إنتاجية لكل أصناف الإسمنت، غطت احتياجات السوق الوطنية بإنتاج قارب 17 مليون طن سنويا، وعائدات تصدير لا تقل عن المليار دولار. في 2018 احنا للتصدير صدرنا كميات يعني صغيره هذاك الوقت 272 الف طن في 2018، ومع ضعفنا هذيك الى 520 الف طن في 2019، ولحقنا 1,325,000 طن في 2020، ولحقنا 2,250,000 حوالي في 2021. وهذا العام طموحات تاعنا نلحقوا 3 ملايين طن من غير جيكا. الجيكا الدول المستهدفة بدينا بالدول الإفريقية الغربية، بدينا بالسنغال، موريتانيا، غامبيا، غانا، يعني كاين غينيا بيساو، كاين بزاف الدول اللي جايه على الضفة الغربية لإفريقيا، هادو كامل صدرنا لهم. ومن بعد رحنا العام اللي من بعد رحنا صدرنا حتى لأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى، وصدرنا الأوروبا. نديروا نعملوا عمليات تصدير الى اوروبا، ايطاليا، اسبانيا، صدرنا ما حتى يعني عبر واحد المتعامل الجزائري، صدرنا حتى لانجلترا اسمنت حتى لانجلترا ذو جوده يعني واقف المعايير يعني الدوليه. رغم تنوع الاستثمارات العمومية والخاصة في مجال مواد البناء كإنتاج الرخام والآجر والبلاط وغيرها، يبقى الصنع الوطني رهين المجمعات بتطور وسائل إنتاجها وتنوع تخصصاتها، كالمجمع العمومي للصناعات المحلية ديفنديس والذي يحصي أزيد من 147 وحدة إنتاجية. المجمع ينشط في ثلاث قطاعات أساسية، ويتمثل في هذا في الإنتاج وتحويل الخشب وكل المعادن، وينشط في القطاع الخدمات، وهذا الخدمات فيها الإشارة، فيها الاستشارة، الإعلام الآلي، الرقمنة، وهناك تسيير المناطق الصناعية. وفيما يخص طاقة إنتاج المجمع تتمثل في 2 مليون طن بالنسبة للحصى المهاجر، و 30 ألف طن في جبس البناء، و 3 ملايين وحدة الخشب الصحي، وعشرة ألاف إلى 4 إلى 10 آلاف غرف صحراوية، ويجهز حوالي 2,000 إلى 3,000 ساكن من النجارة العامة، وحوالي 700 ألف وحدة أثاث المكاتب والمنازل وكل المدارس. مجمع الصناعات المحلية الذي يشرف أيضا على تسهيل المناطق الصناعية عبر مختلف ولايات الوطن يعمل جاهدا على تنويع وتطوير الصناعة بطابعها المحلي، فاستثمر في مختلف الشعب الصناعية ونوع منتجاته خاصة الخزفية منها عبر عدة وحدات متخصصة. نتكلم عن من ناحية الكم، رفع الإنتاج من 400 ألف قطعة حاليا إلى 800 ألف قطعة سنويا، بهذا نضاعف حصتنا في السوق الوطنية ولما لا في الخارج. من ناحية الكم، المنتوج يخضع لمقاييس دولية، لهذا يكون عندنا إمكانية دخول في السوق الخارجية. أيضا بالمخطط التنمية يكون عندنا مرونة وتحكم أكبر في العتاد وآليات الإنتاج. ثالثا دوك مسايرة التطور التكنولوجي. من الصناعات المهمة الواسعة الطلب في السوق الوطنية الصناعات التحويلية الكيميائية، والتي حققت نموا في إنتاجها قارب 44%، والرائدة في مجالها الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيميائية، والتي تضم 32 شركة عمومية في مختلف الصناعات التحويلية الكيميائية، المطاط، البلاستيك، والورق، والزجاج، والطلاء وغيرها. الشركة القابضة هذه عندها 32 وحدة إنتاجية، منهم تتوزع على 4 مجمعات و6 شركات فرعية، مجمع الزجاج والمواد الكاشطة، مجمع البلاستيك والمطاط، مجمع مواد التنظيف والصيانة، ومجمع الورق والسليلوز. رقم الأعمال تاع الشركة القابضة يلحق 27 مليار دينار جزائري سنويا،
عندنا آفاق نراهن على تصدير بعض المنتوجات مثل منتوجات الزجاج، منتوجات الطلاء والدهانات والورق، خاصة نحو الدول الإفريقية. لدينا 11 يعني شركة تابعة للمجمع، والمجمع استفاد في 2012 ب يعني ديكريدي بونكير، وهذا لإعادة الهيكلة وإعادة التجهيزات. من أبرز الهياكل الصناعية الناشطة في الشركة القابضة للتخصصات الكيميائية المجمع الصناعي للبلاستيك والمطاط، الذي يضم 11 وحدة إنتاجية في مجال تحويل البلاستيك وصناعة القوالب المعدنية واللواحق البلاستيكية. فتنويع التخصصات وفر مناصب في مختلف الاختصاصات. الإنتاج السنوي للمجمع الصناعي للبلاستيك والمطاط حوالي 20,000 طن، والقدرة الإنتاجية هي 60,000 طن، يعني ينتج حوالي 30% من طاقته الإنتاجية. عن المجمع الصناعي للبلاستيك والمطاط وفروعه يشغل حوالي 1300 عامل، ويوجد فرص عمل أخرى في إطار التطوير، لأن عندنا مشاريع لتطوير لاستيراد آلات أخرى لتطوير منتوجات أخرى. نما نصب الحمد لله، أنا خدامين والحمد لله في مؤسسة وطنية في مجال ميكانيك، وهنا نصنع في قطاع الغيار ونخدموا ليمول قولبة. بسم الله، أنا مليس لهنا واسم الله كراني خدم لهنا صافي عام ونص، مرتاح بيان، اسم الله يا راحتي بيان الحمد لله. يعني مؤخرا يعني الحمد لله تحركت شوية، تحركت حتى في هنا في العامل هكذا، يعني الناس بلات تخدم الحمد لله. صناعة تحويل البلاستيك والمطاط تدعمت أيضا باستثمار خاص مهم وفعال بولاية سطيف في مجال صناعة عجلات السيارة بأنواعها للوزن الخفيف، بقدرة إنتاج تزيد عن المليوني عجلة سنوية، ورهان مضاعفة الإنتاج للتصدير. وحدة المطاط، العجلة المطاطية اللي أنا متواجدين فيها، اللي عندها 2 مليون عجلة مطاطية سنويا، وعندنا مشروع إكسونسيون 2 مليون عجلة مطاطية ثانية، هو طور الإنتاج. بعد عام إن شاء الله ولا عام ونص يكون على الطاقة الإجمالية 4 ملايين عجلة مطاطية. حاليا عندنا 5000 عجلة مطاطية منتوجة يوميا، تنتج منتوج ذو مقاييس عالمية وجودة عالمية، حيث تمكننا من تصدير المنتوج إلى 20 دولة، من بين الدول هذه على سبيل الذكر الولايات المتحدة، انجلترا، الارجنتين، البرازيل، وفي الشرق الاوسط مثل الاردن. مهندس دولة في الوقاية والامن الصناعي، التحقنا هنا، حطينا سيفيات وكتب لنا المكتوب هنا نخدموا في هذه الشركة اللي وفرت لنا مناصب شغل في مجال التخصص. راني انجينيور في الالكتروتكنيك، دونك تخرجت في 2017، دونك درت تورنيا حوس على خدمة، حطيت سيفيات تاوعي بارتو، والحمد لله بدينا نخدموا في اللوزين هذا. التنافسية في المجال الصناعي مكنت من تنويع الصناعات، وخاصة في مجال الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية. ومن أعرق الشركات الناشطة في المجال المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية إيني بسيدي بالعباس، والتي تنتج أجهزة التلفاز، الهواتف الذكية والكمبيوتر، واللواحق الإلكترونية والألواح الشمسية وغيرها. منتج هذه المؤسسة فامير ألجيري هو مخزنات الطاقة ووحدات التحويل للمحطات الشمسية، تستخدم 360 عامل، من هذا بين هذه 360 30% الأوني ركروتمون خارجي، منهم من خارجي الجامعة وخارجي المؤسسة التكوينية الموجودة في سيدي بالعباس. الصناعة الإلكترونية تنوعت وشملت أيضا صناعة العدادات الكهربائية والكوابل، وتدعمت أكثر بستة مصانع كبرى تشمل ورشات حديثة في صناعة أجهزة التلفاز، الهواتف الذكية، والألواح الإلكترونية والثلاجات، ووحدات تشغيل الهوائية المقعرة. الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع أكثر من مليون جهاز تلفاز في السنة. اليوم رانا ننجو حوالي 3000 تلفاز في اليوم، تلفاز يعني بجودة عالية نظرا للمواصفات التقنية اللي توفر فيه، اللي تواكب يعني جميع يعني التقنيات الموجودة حول العالم.
تاريخ صناعة الجزائرية يقر بريادة الجزائر في مجال الصناعات النسيجية والحياكة، وهو ما جعلها وجهة استثمار مهمة في مجال الشراكة، من أهمها الشراكة الجزائرية التركية المتجسدة في مجمع طيال للنسيج بولاية غيليزان، الذي دخل حيز الإنتاج سنة 2018، ينتج الخيط والقماش والألبسة، ويشتغل بثمان وحدات إنتاجية للألبسة الجاهزة بمختلف أنواعها، بقدرة إنتاج تزيد عن 30 مليون وحدة سنويا، يشغل حاليا قرابة 4000 عامل، ويصدر نحو 5 دول أوروبية. بداية النسيج في الجزائر تعود إلى عقود مضت، تطورت خلالها الصناعة النسيجية كصناعة جزائرية خالصة متكاملة، مرورا بعدة شركات، لتشكل اليوم مجمع الصناعات النسيجية جيتكس، الذي يشمل 42 وحدة إنتاجية، ويشغل أزيد من 8000 عامل. في 2017 عودنا تلممنا كامل، ولينا مجمع جيتكس ليحتوي حوالي 39 شركة، من بينها يعني شركة الجنود نتاع الأحذية، سخاتة يعني لاماروكينري والتكستيل. منتجات مجمع جيتكس تشمل الجلود لصناعة الأحذية والملابس الجلدية، وبعض اللواحق بقدرة 500 ألف منتج سنويا، وكذا الملابس الجاهزة بأزيد من 200 ألف بدلة بعشرة أصناف لكل الفئات العمرية. بين 29 وحدة في النسيج والألبسة، كاين 16 وحده غير تنجز غير في القميشه، وكاين 6 راهم يخدموا في الاخر تحويل للنسيج والاغطيه كيما ليكوات ولي كوفرتور، وعندنا ثاني 12 وحده للخياطه. لوبجيكتيف نتاعنا اكطوالمون يعني بوكو بلوس، حابين يعني ندخلوا في الاسواق الافريقيه دابور، أسواق الإفريقية يعني بدينا نروحوا للمعارض، بدينا يعني لي كونتاكت مع الأجنبيين، وجاونا ما من لهنايا، جاونا يعني من موريتانيا، جاونا من الكاميرون، جاو شافوا يعني المنتوج نتاعنا يعني ما شاء الله عجبهم. لكل صناعة دور مهم في توازنات الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهو ما حققته الصناعات التحويلية الغذائية التي سجلت سنة 2021 نموا في الإنتاج السنوي قارب 62%، حققته عدة مجمعات صناعية عمومية وخاصة، على رأسها المجمع العمومي الصناعي والتجاري لإنتاج السميد والعجائن الغذائية أكروديف. مجمع هو ينشط في مجال التحويلات تاع المنتوجات الزراعية، أي السميد، الفارينة والعجائن والزيوت. المجمع يحتوي على 9 فروع، 7 فروع للإنتاج السميد والفارينة والعجائن، فرع للتسويق وفرع للزيوت. والطاقة الإنتاجية كما قلت، والإنتاج فيه 500,000 قنطار سنوي فيما يخص إنتاج السميد، 200,000 قنطار فيما يخص العجائن، ومليون قنطار فيما يخص الفارينة. والشبكة التوزيع متواجدة على كل القطر الوطني، خاصة في الجنوب الكاريبي ومناطق الظل. تحويل القمح الصلب واللين وإنتاج مختلف العجائن الاستهلاكية مكن المجمع من إنتاج سنوي يزيد عن 2 مليون قنطار من مختلف المنتجات الاستهلاكية عبر كل وحداته، بما فيها وحدات أكروديف الوسط بالبليدة. الشركة القابضة أكروديف التي تم تسيير 6 مركبات صناعية وتجارية، كل مركب اختصاصه فيه مركب لينتج السميد وحده، كان مركبات تنتج السميد والفارينة، وكان مركبات تنتج إلا الفارينة. وهنا وعندنا المركب هذا اللي رانا متواجدين الآن فيه، هو مركب إنتاج العجائن الغذائية بسعة 864 قنطار يوميا. فيه 3 خطوط إنتاج، خط إنتاج للعجائن الطويلة، خط إنتاج للعجائن القصيرة بسبعة أنواع، وخط إنتاج للطعام. وهذا تشيل هذا المركب اللي يدخل في الانتاج راح يسمح في توظيف حوالي 80 يخلق 80 منصب شغل، منهم جامعيين، اكثر من جامعيين لتسيير العتاد هذا الجديد الحديث. متخرج من معهد متخصص في الاغذيه الفلاحيه،
التحق بالمؤسسة عن طريق وكالة شغيل لانام، مسؤول عن عمل الإنتاج بمختلف مراحلها، من عملية استقبال المادة الأولية إلى عملية الطحن وتحضيرها وعملية الطحن. شعب صناعية بمثابة ركائز اقتصادية تمثل نسيجا صناعيا متكاملا للصناعة الجزائرية، وتهدف إلى تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي وإن ساهمت فيه المؤسسات العمومية بنسبة 73%، يبقى للقطاع الخاص بمجمعاته ومؤسساته المصغرة دوره المهم والفعال، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار. يعني الدولة راهي واقفة بزاف معنا، أنا نشوف في كامل الشباب يعني راهو يتوجه بزاف للصناعة، يعني خاصة يعني في الولاية تاعنا نشوف الشباب بزاف راهو يستثمر في الصناعة. حنا نخدموا كل أثاث طبي مثل السرة، مثل تشكي موبيلي ميديكال، عندنا 150 برودوي في لاغام تاعنا، عندنا ناتولي كي بلوس دو 35 اوفري الحمد لله، وين مارشي لوكال الحمد لله رانا فيه، وان شاء الله رانا حابين نخرجوا للمارشي افريكا. بكي بالك يخدم لك لا ماشين، بصح ما يخممش بلي استيتيك لازم تكون شابه، الجماليه تاع الموديل يكون شباب. دوكا وصل يخدم الماشينه كيما يلزم الحال ويخدمها بالاينوكس تكون كومبيتون كيما لامبورطاسيون، ما شاء الله. انا واحد تفاجات في الشباب تاعنا مؤخرا، تم اعتماد من طرف السيد رئيس الجمهوريه في مجلس الوزراء، تم اعتماد قانون الاستثمار اللي جاب امتيازات كثيره. القطاع الصناعي اليوم راهو في حدود 5.8% من الناتج الخام، ونتطلع إلى أنه بناء على الديناميكية الجديدة أنه نصل على 10% بكل أريحية إن شاء الله. نحن بصدد إنعاش سياسة إنعاش صناعي اقتصادي، يعني مرتكز كذلك على بعض كل المؤسسات التي تعرف توقف النشاط أو التي تعرف بعض الضائقة المالية، ولحد الآن بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إن شاء الله. نحن بصدد إنعاش سياسة إنعاش صناعي اقتصادي، يعني مرتكز كذلك على بعض كل المؤسسات التي تعرف توقف النشاط أو التي تعرف بعض الضائقة المالية. ولحد الآن وكما تعلمون أننا أحصينا ما يقارب 51 مؤسسة متوقفة، تم لحد الآن يعني إعادة بعث 10 شركات، وهو مبرمج كذلك قبل نهاية هذا العام يعني عام 2022 ما يقارب 19 مؤسسة أخرى. وفيما يخص المؤسسات ربما التي تعرف ضائقة مالية تقدر بحوالي 40 مؤسسة، وهي تدرس حالة بحالة عن طريق مجلس مساهمات الدولة، والهدف الأساسي هو استغلال كل الطاقات والإمكانات التي يحوزها القطاع العمومي التجاري من أجل إعادة بعث أو المساهمة أكثر في الناتج القومي الداخلي الذي يقدر ب 5.8 لحد اليوم. صناعات كلها تسعى في الأفق إلى بلوغ منتج جزائري متميز بجودة ونوعية يحتل مكانة رائدة في الأسواق الدولية، ويمكن قطاع الصناعات من رفع الناتج الخام والمساهمة في تقليل فاتورة الواردات وتحقيق المداخيل البديلة. فالصناعة الجزائرية صناعات عتيدة لأفاقها العديدة في بلد اسمه الجزائر، يراهن على ريادة قارية ومكانة عالمية.